نحيا فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. قال أحد الحكماء: لذة التسامح أطيب من لذة التشفي، فالأولى يلحقها حمد العاقبة والثانية يلحقها الندم. القصة اللي معنا الآن فيها ندم، فيها سوء أماني، فيها خلاف طبعا بين صديقتين. رح نروي كل تفاصيل هالقصة، ولكن أولا نستقبل صاحبة الدعوة سلمى آدم جمعة. أهلا بسلمى. أهلا وسهلا سلمى من السودان. من الخرطوم؟ من درمان. أم درمان وعايشة في الخرطوم؟ آه. يا أهلا وسهلا فيك سلمى، وشكرا على ثقتك بهالبرنامج وفينا. أنت جاي حتتسوي خلاف مع صديقتك خديجة. صديقة عمري. صديقتك في بنت خالتي. بنت خالتي. بنت خالتي. إذا سلمى يعني تعلمت، هي كوافيرة، تعلمت المهنة على يد خديجة. خديجة كان عندها محل، ساعدتها لسلمى، جابتها علمتها المهنة، علمت، ولكن اضطرت خديجة أنه تسافر. سافرت خديجة، لما رجعت لقت أنه سلمى باعت كل المحل. ليه عملت هيك؟ عملت كده لأنه كنت محتاج، كنت مجبور شوي. كنت ليك حق تبيعي شيء لا تملكيه؟ نعم كده، مش لي حق، لكن بس كنت خايفة أشاور هي ومش ترفض يعني على فكرتي. بس هو المحل مش باسم خديجة؟ باسم خديجة. كيف بعتي؟ بحتو لأن هي قالت مسجان المحل كله وأمنانا على كل الخدمات. بس أنا احتجت على الفكرة لأن احنا اشتغلنا فترة طويلة والفترة دي مش توفقت فيها، والشغل بقى ما بيجيب دخل يعني. أنا فكرت في إيه؟ فكرت في شغل التحتيجات. أنا قلت أشاور خديجة لكن خفت منها أشاورها وترفض الفكرة بتاعتي. أنا قلت أتصرف على طريقتي وأنا حاجة أتكلم معها عن الموضوع. الموضوع هو موضوع تجارة، جيت موضوع التجارة فيه دخل كويس. يعني موضوع الكوفير كان ما فيه دخل. رحت تحت الحتة واشتغلت تجارة. الشغل كويس يعني. مشي الحال بالتجارة؟ مشي الحال، الشغل بيجي أحسن من أول. بيجي فيه قروش كويس. خديجة شو صار فيها؟ إيه؟ خديجة حصل لها إيه بعدين؟ خديجة أنا، خديجة هي صدمت. أنا حاولت أتكلم معها كثير وأسأل منها، مش رافضة تسمعني. رافضة يعني إلكم أربع سنوات أنتم منفصلين؟ منفصلين أنا أربع سنوات. ولا بتعرفي عنها حاجة؟ ما أعرف عنها حاجة، أنا دورت عليها في كل حتة مش لقيتها. تركت السودان. تركت السودان وانا فتشت على في كل محل مش لقيتها. في النهاية دورت عليها قالوا لي في مصر هي. انا ركبت جيت مصر. جيت مصر ودورت عليها ولقيتها وعايشة صالحة على كل حال. لقيتها بس ما كلمتها. ما كلمتها. وشو جاي تقليلها؟ انا عايز اجي اقول لخديجة، يا خديجة يا أختي، أنا فعلا أنا غلطت كثير في حقي، ومعلش أنا عايزة أحتجر عليها وعايزة أشوفها. يا ريت لو تسمعني، أنا مش عارفة، هي متعصبة شوية لأن هي أختي وأنا متربية معاها يعني. بس عايزة. أنت متزوجة حضرتك؟ أنا متزوجة ومطلقة يعني، هي ما أثرت معايا. وهي؟ هي برضه متزوجة؟ مطلقة؟ طيب يلا. هي ما في عندها اولاد؟ لا ما فيش اولاد. يعني هي ما شاء الله يعني في من انا قبل ما اتزوج لحد ما اتزوجت هي في اثناء العرس بتاعي ساعدتني كثير والله. نعم هذا اللي عرفته. طيب على كل حال احنا سلمى وجهنا الدعوه الى خديجه، نشوف سوا كيف تلقت الدعوه. استاذ احنا النهارده رايحين فين؟ عشان نسلم دعوة الحضور خديجة دوم.
الحين شوفوا حقيقة حقتك 32 سنة. أنا أحلام برنامج جوجو كرداش يوصل لحضرتك دعوة لحضور البرنامج. أحلام برنامج جوجو كرداش بالظبط. وريني بس أنا مش فاهمة معلش بعتلي. إحنا بنختار بعض الضيوف عشان يكونوا معانا موجودين في البرنامج. يعني أنا بس أنا ما قدمتش أي برنامج أو أي لا من غير ما حضرتك تقدمي بيانات حضرتك كلها عن فريق الاعداد. عندنا وصفه ازاي انا مش مشهوره بقى عشان اه فريق الاعداد هيكلم حضرتك ويقول لك على مواعيد التصوير وكل حاجه. بصور مع جيجي بيضيح نفسه. ايوه بالظبط يا فندم. تيجي هتشوفيه في الاستوديو ان شاء الله. شوفوا ماشي قبلت الدواء؟ اكيد هنقبلها طبعا. اكيد ما بقاش كاميرا خفيه ولا لا لا ما تقلقيش هتشوفيه بنفسك. جورج خديجة قبلت الدواء جاية ان شاء الله. ايوه قبلت اكيد حاضر يا استاذ اكيد. ماشي مع السلامة. لا ايه ده اشرب شاي ده شاي ثاني ولا اي حاجة. شكرا يا عمري دي ربنا يخليكي تسلمي. شوفوا بقى الكلام السوداني حبايبنا في السودان. قالت لها اتفضلي حتى نسيكي شاي سوداني. خديجه اللي وصلنا لها الدعوه يعني عندها مشكل مع سلمى اللي سمعناها قبل شوي. خديجه كان عندها مركز تجميل صالون كوافير بالخرطوم، فجابت سلمى دربتها وعلمتها لسلمى وسلمتها هذا الصالون هذا المركز بقى. واضطرت تسافر. سافرت خديجه لما رجعت لقيت انه سلمى باعت كل المحل كل المركز وصار في خلاف عمره 4 سنين بين سلمى وخديجه. اليوم سلمى اجت على الاستوديو من ثقتها اولا بالبرنامج فينا وبدها تعتذر من خديجه تطلب السماح وثم تستعيد العلاقه مثل ما كانت بين الصديقتين الحميمتين اللي عاشوا سوا وربيوا سوا وكبروا سوا وهن بنات خالات. خديجة أصبحت في الخارج ناطرة إشارة منها، لذلك رحبوا معي بخديجة تفضل. أهلا خديجة. أهلا تفضل تفضل شوية. جبتيني معي شاي سوداني؟ أكيد وحنة كمان. وحنة؟ أكيد. بس شاي سوداني جبتي؟ أه شاي موجود. برا بالخارج؟ قبل تجيبي معي شاي سوداني؟ لا والله يا ريت لو انت قلت بس هجيب لك ان شاء الله. تسلمي يا حبيبي. هجيب لك شاي واي حاجه تانيه. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. خبريني عنك. اولا ازيك انت يا فندم؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا ان انا معاك والله. الله يخليك. الشعب السوداني كله بيحبك، دي حاجه معروفه يعني ملهاش حل يعني. انتوا اطيب ناس. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عندي اصدقاء كتير في السودان حبايبي. بس الله يخليك. انت عايشه في مصر؟ انا عايشه. ايه زمان؟ كتير كم سنه. كم سنه؟ يعني من 2006 انا باجي السودان، بس باجي السودان مصالح وبرجع مصر السودان. شو بتعملي بزنس؟ انت كان عندك مركز تجميل؟ الشغل اه. وهنا مركز تجميل؟ اه. اه وماشي الشغل كده؟ الحمد لله. الحمد مش مش بطاله. زياره بس زياره للسودان كده عشان تعرف حلاوتك عندنا. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله. للسودان والله. زمان يا ريت يا استاذ بس ان شاء الله يوم واحد هتعرف غلاوتك عند الشعب السوداني كله. الله يخليك يا حبيبي. شكرا. ربنا يخليك. يا ستي الكريمه يعني شو بدي اقول لك؟ نحن بهالبرنامج انت عم تتابعي المسامح كريم. الله يخليك. تابعتي. اه ان شاء الله شفت فيكم. انا وصيت يعني بس على الخير. حاول قد ما فيني اسعى للخير. ما تتفاجئي يعني ما تفكري ما في شيء صعب ولا في شيء فوق العادي ولا في كاميرا خفيه زي ما قلتي. انت شفت الكاميرا خفيه. انا قلت لك خلاص يعني انت قاعد حد يخبط لك الباب تفتح يقول لك دعوه قلت لهم لا انت شايفه الكاميرا خفيه شيء. انا قلت لهم كاميرا لا مش حلو بس عايز اتاكد انا اعرف انا بقى. برافو عليك. لا كلك ذكاء. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. خليجه الشخص اللي طلب مني ادعيكي تعني له كثير انت. انا تعني له يعني هذا الشخص بيعزك بيحبك وبيقدرك وبتحبي تعرفي مين؟ بحبني واقدر ماشي اللي قال لي اشكره عشان ايه؟ بلفي شويه كده كمنا لا شوفي عادي هيك كده كده طلعي بالشاشه هنا.
ماشي ماشي تمشي معلش عايزه تمشي خلاص ما لا ما تمشي لا لا معلش لا اسمعي لا خديجه اسمعي معي مني شويه بس انا خليكي معايا شويه خليكي معايا شويه ولو هلا عم نحكي عن الشاي السوداني وعن اهل السودان حبايبي ايه اللي دخل خلص سيبي اللي دخل انسيها انسيها انا بدي احكي انا وياك طب يا انا هي دلوقتي في هي مش هنا مش هنا لا. طب اخلص عادي هي برا هي في الصوره هي في الصوره هي في الصوره خلاص مش عايزين نشوف شكلها تعال معلش انا مفاجاه صعبه تعال عادي شوي تعال 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 لك يا شيخة تعب مش عم ليه عم ترشفي هيك عاد هالقد زعجتي؟ حاجة جامدة أوي يا شيخة طيب بسيطة سامحينا حطيها في دقني أنا لا تفضل شلنا الصورة أنا جاي عشان أشوفك أشوفك أنا خلاص أشوفك لا مش أشوفك أنا سكرنا الصورة يا شيخة عاد انا اتكلمتش في الموضوع لا مش هتكلم بالموضوع معلش انا عشان خاطرك والله يا شيخ هتكلم بايه بس كده تعال اتكلم شو انت اي حاجه قول لي اي حاجه بس بلاش الحاجات اللي بتضربني مش هتكلم عمر انت تركت السودان بقالك مش داخل في السودان شال السودان وارضه واهلي وكل حاجه عم تروحي من وقت لاخر بس احنا زور السودان بتكلم على امي ربنا يديها يا رب والوالد عايش متوفي الله يرحمه عندك اخوان اخوات ليه اخوان بنات وعايشين كلهم في السودان في السودان في السودان اطمنيني انت وضعك هون لا مريح الحمد لله مصريه عندي بزنس الحمد لله وضعي امور ماشي كويس حاجه تمام الحمد لله هذا اهم شيء الحمد لله ماشي خلص وقفت شويه الحمد لله جبت لك شيرة هاشي لا دي بنت خالتي للأسف انت علم فيها المصلحة فتحتي كان عندك مركز تجميل وسلم فيها هي خير يعني كيف تكلم طيب انا بدي احكي يعني اسمها ايه يعني انا والله لو اعرف صورتها كده ما كنتش اصلا جيت ولا قعدت ولا اتكلمت اصلا هي طلبت يا تيجي ما تطلبش بقى تطلب ليه اربع سنين جايه تطلبني اصلا يعني اربع سنين يعني الحاجه اللي اتعملت مش حاجه يعني مش حاجه صغيره الانسان يفهم فيه يعني دي حاجه يعني انا عيب حتى لو جبت نفسي اني عيب احكي الحاجات اللي حصلت انا 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 شعران معك لذلك عم بحكي انا وياك لا صالح بعد اربع سنين يعني ما تبقاش مكتوبه من نفسها اصلا بيني وبيني وهي ندمانه والندم يفيدني انا بايه؟ ندمانه انا ندم يفيدني انا بايه؟ يعني إذا كان هي بنت بتحبك بعدها وما أنا ما بحبهاش مش عايزة تسبب اللي بيحب الإنسان بيحترمه ما بيجيوش دي أذتني أنا مش عايزة أقول لك خسرتني في كام ولا في إيه ولا ده خسرتني في حاجات يعني حلمت عمري كله أعملها أنا يعني أنا عمري كله كنت بفكر أعمل اي انسان بيبقى ليه طموح يعني لا طموحي كان مشروع الحاجات دي كلها عامل مركز يعني معرفش ان انا حطيت فيه ايه ولا عملت ايه عشان اعمل المركز ده ليك خساره كبيره الحمد لله كنت من خساره كبيره كبيره قوي يعني ايه رايك وبلاش يعني ايه بالك يعني مش حل اشتري بفلوسي نعم يعني مش مقدرات هو مش انت بدي اسالك سؤال انت بزنس ومش عارف ايه المحل مش باسمك باسم بتاعي انا عملت توكيل انا غبيه عملت توكيل يعني مش هتاكلني مش عملت توكيل انا عملت توكيل عشان انا بعته اذا باسمي انا عملت لها توكيل عشان انا اصلا باجي مصر مصالحي في مصر وبنزل يعني مربوطه بحاجات كتير انزل السودان فهي اختي يعني بقى انا اختبرتها هي انا تعمل اي حاجه تدير الضرائب تدفع لي حاجه بتاع نور كهرباء ميه اي حاجه تعملها يعني انا اتفاجئت يعني انصدمت انت هي عارفه انك انت مش رح تسمعيها يعني بص يا استاذ نعم. مكان محلي حتى لو مش 150 الف او 200 لا لا هي الامانه هي الامانه عرفت يعني انا بشوف الانسان اللي قدامي ده اسمه فلوس الدنيا كلها نعم
الله يخليك. يعني هي يعني خلاص هي يا ريت الفلوس يعني لو 200 ألف ولا بتاع تكون عادت لها مكاني واشترت بيها أصدقائي يا ريت يا رب تجيبها لي. والله والله ليك وزي كمان يعني مش أصدقائي أنت يعني. ظلمتي كلنا كلنا متفقين على ذلك بس هي عارفة أنت أنا ظلمت ما بعد ما بلاش خليني اقرا لك اياها وبعدين امشي ما بلاش السيره دي لا 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 خليني اقرا لك رسالتها وبعدين امشي انا مش عايزه اسمع منك يعني هنتكلم في موضوعها لا لا بس انه ليك انا والله ما بستحملش سيرتها والله ما بستحمل قبل ما سيرتها حتى خديجه ما بستحملش اسمعها هي هنا لا لا مش هي هنا هتضربيها قتلها ولا موتها ولا كده والله وريها لي بس اديها لي دلوقتي وريني انها فين بقى بره ايه فارس يا شيخ بره بالخارج انت قاعد شايفيني قال لك طب بالخارج ايه اللي جابها هنا يا شيخ قاعد هي اللي كانت في 60 جاي انا ما اعرفهاش كانت فين من بقى لها 24 ايه شفتت الفلوس اتخطفت طب انت بتعمل ثاني ولا عايزه ايه عايزه صالح معاك لا لا شكلها عايزه مصباح ثاني بس لا انا خلاص تعلمت لا لا علمت لا يلدغ لا يلدغ المؤمن من جهه مرتين لا انا خلاص تعلمت اسمعيش بس هي توفر لك فيها التعب ما بديك تسمعيش قالت لي انا مش عايزه اسمع شيء قالت لي سمعتها زمان كتبت رساله ليك ربنا يخليها اقول لها شكرا مش عايزه منها حاجه طب خليني اقول انا علمتها زمان بص يا استاذ انا استفيد من رسالتها ايه يعني عشان يعني لا استفيد من رسالتها هي كانت معايا ما عبرتنيش ما استفدتنيش ما قدرت انا كتبت لها مليون عشر رساله بعد الحادث لا قبل الحادث يعني رسائل يعني بعد ما نصبت عليك تعليم وبتاع عشان تتعلم اوكي عشان تتعلم وتبقى انسان وتصلح نفسها وصلي للرحيه اللي انا بسببها جبت انا بسببها جبت فلان جبت كل جبت امي جبت امي وجبت هنا بسببها هي انا جبت كل حاجه وجيت هنا عشان انا عيني مش عايزه حاجه تربطني بيها ولا تربطني ولا ممكن تسامحيها لا ولا عايز اشوفها حاجه لو شفتها كلها ايه دلوقتي تاكليها لو هي موجوده هاكلها وديها لي دلوقتي هاكلها انت بتاكلي ايه دي اكلها وديها كلها دي بس اشوفها لا 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 مش هنا مش هنا عادي شويه والله انك 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 شخصيه جميله انت عادي عادي شويه انك شخصيه انت بتقولي اقعدي فيها انت بتقول لي كتبت ايه اللي جابها هنا عشان تكتب اصلا انا عايز اعرف ايه اللي جابها هنا عشان تكتب وجايبه صورتها وجايبه عشان تكتب وانا بعتتنا جواب بالبريد ايه لقيتك فين انت ولا ايه اللي جابها مصر ده انا سايب انا بقالي اربع سنين بدور عليها مش عارفه هي زي ده ولا هي فين اختي وصديقتي خديجه اختي وصديقتي خديجه طوال عمرنا كنت أكرم حق في الدنيا معي لهذا أعرف أن خيانتي لك وجعتك أكثر من أي شيء في الدنيا أنا متأكدة أنك تعبت من خيانتي أكثر مما تعبت بسبب خسارة أموالي وهذا ما اكتشفته بنفسي بعد أن خسرتك وتأكدت أنك أغلى عندي من أموال الدنيا لا يوجد مبرر لما فعلته معك ولكن وقوفي اليوم أمامك وأمام الملايين للاعتذار لك هاتي وقف قدامي دلوقتي له أكثر من مبرر هاتي وقف قدامي دلوقتي هتجي لما تقول الحالة دي هاتي دلوقتي أحاول أهم خليني أكمل الرسالة هاتي وقف قدامي دلوقتي أهمها أن أعترف أمام كل الناس أني ندمانة ومستعدة أن أفعل أي شيء لاستعادة حقي لا شكرا 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 أنا مش عايزة مني حاجة ليس لي أمل حاليا إلا أن تستمري في كرمك معي وتقبلي اعتذاري لا بتخلى كرم أنا أخطأت في حقي وندمت أشد الندم ولن يكفر عن خطئي إلا أن تسامحيني يا أختي يا سيدي المسامح ربنا أنا مش ربنا المسامح ربنا هو اللي بيسامح هو ربنا بيسامح هو ربنا اللي بيسامح بس إحنا يعني ربنا هو اللي أنا مش ربنا أنا ولا بإيدي ولا بأذيها ولا هدخلها الجنة ولا النار صح صح هي حسابها مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى حسابها مع ربنا ربنا مش هيسامحها عشان ربنا مش هيظلم عبد قصاد عبد هي ده حقي حقي خانتني فيه عشان كده ربنا مش هيسامحها لحق انسان اذا بدها ترجع عليك حقك اذا عايزه عامل بيه ايه؟ لا هي عملت بيه ايه فتره الاربع سنين؟ يمكن عملت تجاره يمكن صار عليها والله ما يمشيش ولا يزيد جنيه واحد ولا يجيب جنيه واحد بالسود اللي هي خدته الحقير اللي هي خدته
حرامية. يعني أنا يعني أنا مش قادرة أوصف ولا قادرة أتكلم ولا والله العظيم ما يوصف بتاع ما أشوفه قليل عليها. تعرفي يعني تعرفي إذا كنت راح أقول لهم يجيبوها بس إذا مش هتسامحيها بلاش ما تجي لأنه مش عايز يكون سامحها. أنت عايز راحتها يجينا حتى تعالى جات لي زي ما هي كتبت بعيد ما أعرفش إذا جات مصر ولا ما جاتش. أنت قلت بعتت لك الرسالة خليها تيجي. لا هي موجودة تيجي هنا هنا في مصر هنا موجودة هنا في المبنى هنا معانا؟ ما بدك إلا تجي بس أنا ما بدي أفهم معانا هي موجودة جوا هنا؟ لا مش جوا هنا في المبنى برا برا في يعني لا هي معانا جوا هنا إيه بدك إياها تجي؟ تجي على السجن حتى خليها تجي شو رح تعمل؟ قليل أعمل اللي قلت لك عليه من شوية تاكلها؟ ناكلها هاتها بس أنت شدها من شعرها ولا هاتها بس نشوف إن أنا طيب هي قاعدة خليها تحكي قدامي كلمي تحكي تقول فين؟ تقول إيه؟ يوم أنا حكيت معاها وسمعتها وقلت لها والدنيا خليها تكلمك ما علمتهاش يعني ده هيعلمها إيه دلوقتي لو قالت لي في شاشة ولا في شاشة علمني إيه يا أستاذ دول؟ عشان تسمعيها شوية أنا مش عارفة عسى إنه قلبك يحن عليها لا خلاص أنا من ساعة ما هي ساعة قلبي قفل بقى حذر خلاص أحد مكاني حذر يعني خلاص والله العظيم انا بتطلع عيونك انت مش قاسيه هلا انت مش قاسيه هلا لا اذا بدك الحقيقه علمتني الاسوء لا انت منك قاسيه هلا علمتني الاسوء ابدا على الشاشه بس خديجة أنا جيت أنا أحكي لك عن الحاصل كله يا خديجة اللي أنت مشيتي خليتيني أنت بعد ما جيتي ما شفتيني أنا تعبت شديد يا خديجة والله العظيم أنا تعبت شديد أوي المحل هو أساسا أنا فعلا بحكي وأي حاجة لكن بحكي لظرف أنا بحكي المحل لظرف يا خديجة والظرف كان شديد علي شديد وانا جيتك بس عشان عايزاك تفهمي انه انا عارفاك انت زعلانه انا مش شايفك مش عارف لكن جيت انا مش قادر اقعد على الحاجه اللي انا عملتها انا مش عايزه تسمعيني حاجه ارجوك ولا هقوم اقعد انا اقعد الحاجه اللي انا عملتها انا اخرج ولا اجيب لي ولا بس معلش يعني ما تفورنيش من اكتر من كده يا شيخه مش هتفورني انا اكتر من كده انا اعمل ايه انا مش عايزين احنا غلط كبير يا مش عايزين كلها يا خديجه طيب يا سلمى انت عايزه تقولي لها ايه لخديجه بالمختصر انا عايزه كلمات انا عايزه اقول لخديجه تدي لها فلوسها بدك شو عايزه تعملي انا عايزه اقول لها فعلا انا جيت ارد لها فلوسها انا لانه بحت المحل واشتغلت الموضوع التجاري دي والتجاره نجحت يا خديجه والشغل بقى كويس وانا هسه التجاره نجحت والشغل بقى كويس شغل بقى كويس الشغل بقى كويس بس انا عايزه مني ايه عايزه مني ايه عايزه مني ايه انت عايزه مني ايه انا عايزه ارجع لك حقك يا خديجه ترجعي حقي انا اه لا والله والله العظيم يعني انت كريمه للدرجه دي وطيبه ضميرك حاسس دلوقتي والله انا ضميرك حاسس عايزه ترجعي لي انا حقي انا ضميري حاسس بيك من بدري يا خديجه ولا انت بقيت خبر يسيب فيك وعلق فيك يعني لا ما في اي حته بعدت من فرصه انت يا خديجه اكيد بتصحي انا بدور عليك انا بدور عليك يا خديجه انا بدور عليك انا دورت لك في كل الحته انا ما لقيت فيك يا خديجه دورت عليا انا بيتي موجود انا ليا كم شهر يا خديجه في مصر هنا ما فتش فيك عشان عايزه اتفاهم معاك وارجع لك حقك يا خديجه لا والله انت يا خديجه انا وحقي في ادبتي يا خديجه معلش يا ستي ما بفهمش ولا بتكلم مع ناس حراميه اصلا لا انا مش انا يا خديجه حرامي اللي عملتيه اسمه ايه اللي عملتيه اسمه ايه انا اختك انا انا ولدت الشيطان الشيطان كبير يا خديجه اللي انت عملتيه اسمه ايه انا قلت انا قلت لك تواجهيني تعالي قولي لي تعالي قولي لي الكلام ده في وشي انا عملت كده وكده انا غلطت غلطت لا والله غلطت هي غلطه انت تقول اي حاجه عايزه تقوليها لكن انا بس عايزاك تفهميني يا فندم انت بتعتبريها غلطه انا عمري ما فهمت انسان قد ما فهمتك انت انا غلطت والله ده انا استخسرت نفسي وقلت والله خساره ان انا فهمتك اصلا لا لا انا ندمان اكتر انا اللي عملته بصي انا اللي عملته محدش عمله معاكي انا اللي عملته عمل معاك انا ما انا يا خديجه انت اللي عملتيني وعايزه اقول انا عملت لك ايه وعملت لك ايه عشان ما اتكلمش حاجه دي عند ربنا سبحانه وتعالى انت عارفه كده صح عملت لك كتير والله يا خديجه عارفه يعني عملت لك ايه يا سلمى انا عايزه يا خديجه عايزه انا
عايزه انا اقول لك ايام الناس انت ما عرفتيش ده وعرفتيش ده ليه ما عرفتيش ليه ما قدرتي البينو بينك ليه البينو بينك يا سلمى ليه ما قدرتيه انا غدرت يا خديجه كل حاجه والله عادي جدا انا عندي وانا انا اديك تجاري واديك اي حاجه عمل خديجة أنا عايزاك تفهميني يا خديجة أنا فعلا قصرت من حدك والله العظيم كتير قوي أنا عايزاك تفهميني يا خديجة ممكن اللي عملتيه معايا أنا اللي عملتيه معايا أنا عايزاني أسامحك عايزاك تفهميني لا والله تفهميني والله أسامحك أنا؟ أنا أسامحك؟ أنت شايفة نفسك بتستحقي إني إن أنا أسامحك؟ أنت بتستحقي إن أنا أسامحك؟ بجد يا عشان تدليني يا عشان تدليني أنا أقول لها أنا أسامحك؟ يا عشان تدليني يا عشان تدليني لا أنت جاي عشان تدليني؟ لا أنا عايزاك تفهميني يا حبيبة أنا عايز أحتفل من حقك يا حبيبة طيب وقفي معي طيب معي حبيبي ما عندك معاها ولا عايزه وقفي معايا يا جاي تقليني يعني تقول لي معلش ارجع لك حقك انا عمري فلوس ما تعمليش حاجه انا عمري معلش انا عمري يا استاذ جورج فلوس ما تعمليش حاجه انت ولا عندي ولا باين عليا عندي اصلا عشان الفلوس دي انا اللي بعملها هي اللي بتعملها الفلوس هي اللي بتعملي ولا انا اللي بعملها الانسان هو اللي بيعمل الفلوس على رأيك هي اللي بتعملها ليش قلتي انا بدل فلوسك جاية بعد مثل تقول لي معلش جاية ما هي رجع لي انا يعني انا مش زعلانة على موقف الفلوس انا زعلانة على الفوق والصدق والامانة اللي انا علمتها مهنة تاكل منها ايه هتحتاج لحد ممكن تشيلها لحد جاوبيني ذكية انت ولا لا معرفش ممكن اكون مش ذكية عشان حضرتك كده تنصب عليا ممكن اكون مش ذكية لا انا غبية هي مسلت واجي بتعتذر منك مش جاي منك ولا تحتجر لي ولا بقى ولا بقى ولا بقى ولا بقى انا دلوقتي مش عارفة انا عامل ايه بس الناس موجودة انا عايزات تحكي لي يا خديجة انا عايزات تسمعني يا خديجة ليه عم تعملي كده انت اسمعي يا خديجة انت ما تقوليش حاجة انا فعلا انا عملت اي حاجة انا زعلانة بالغلط اللي انا عملته كله يا خديجة بنت خالتك انا مش عارفه انا اللي انا عايزه انا بس خالتي وخالتك اتفرجوا وخلاص انا خليها تمشي الشيطان يحفي سامحها هي الشيطان انا مليك الشيطان هو اللي تخلصت من الشيطان لا ما تخلصت دي عمرها ما تتخلص من الشيطان دي عمرها ما تتخلص دي المفروض تشوفني تتكسف مكسوفه انا مكسوفه وانا مكسوفه جدا انا مكسوفه يا خديجه انا قادره اجيب انا جاي ارد علي فلوسك بكل وجود انت انا مش قادره اجيب على الحرام السبب ان اجت امام الملايين تنزل امامي مش انا اللي بيعز لك ولا بيخونك ولا اللي خالفك مين لا يخسر من او بيدور على امانتك وسعادتك من منا لا يخسر الانسان اللي بيجرى اللي بيجرح اللي بيحبك يعني من بيحبك بلا خطيئه فليرجمها بحجر مين لا يخطئ من لا يخطئ انت ما بتخطئي ايه ما اخطأتي بحياتي الحمد لله الانسان بس بيعرف هو بيعمل ايه مش بيحط لحد بتقول لك انه الشيطان بيعبي على وخلص هي دلوقتي موجوده وعارفاني من انا عيله لغايه ما بقيت قدها وانا اكبر منها في السن انا دلوقتي اكبر منها في السن هي دلوقتي خليها تقول خديجه دي من ساعه ما انا عرفتها دي انت في حد
ولا حد يشتكي مني. طيب. قول انت مخلوقي وانا اخلاقي. ما انت ما غلطتي مع حد يا خديجه. انت ما غلطتي ولا بخلط على حد انا عارفه. يلا خديجه انت ما غلطتي مع حد. انت سنتين انت ما غلطتي مع حد. والشغل المشروع اللي نحن عملناه سوا اللي انت عملتيه ولا ولا منتيني له انا بحت للظروف يا خديجه بحت للظروف عشان تحسن لنا الظرف اللي احنا كنا بندور عليه. وانا كنت قاعده هبله يعني ظروف يا خديجه ظروف. انا حصل مره بخلت ليكي بحاجه انا بخلت ليكي. انت ما بخلت انا ما بعرفش بخلف ال 20 ولا 10 ولا عمرك ما بخلت ليكي 200 الف. انا ما بعرفش بخليها بحاجه. انا ما بعرف كلمه ابخل حاجه. طيب. انا كلمه بقولها كلمه مطلوبه من 20 ل 100 الف. انا ما بخل. انا مش ناقصه الحته دي. لا انت نسيتيها. انت نسيتيها واشتريتي الفلوس. انت نسيتيها. لا انا معينت الفلوس والله العظيم. انا عينت الحاجه اللي تنفعنا لقدام. اه والله اربع بعد اربع سنين تعينت الفلوس دي. يعني انا اربع سنين يا خديجه انا حسيت براسي مرت. انا هسي عشان انا عيان عجيب بالمناسبه. ربنا يشفيك ويشفي. انا عيان عجيب في حد الاخر. ربنا يشفيكي ويشفي الجميع. تختفي من خلقتي بس انا ما عايزه منك اي حاجه. لا 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 انا مش عايزه منك. انا مش عايزه منك. انا عندي ولا قاعده الا عارف. انا في حياتي اسوي مع اول انت عارفه كل حاجه واكيد تكوني متابعه. لا انا مش عارفه ضايق من مساعد. انا كنت في السودان لغايه دلوقتي. انا متابعاني كان اكيد معيك الغربتي وجيت فيه. لا اكيد تكون انت عارفه. انا جبت لك حبه بدل المليون يا خديجه. جبت لك بزياده وانا ما حامشي من هنا الا انت تشيلي حقك بدل المليون. حقي وانا مش على كده. فين القيمه الانسانيه يا سلمى؟ ها؟ بتتكلمي عن فلوس؟ انت جبت لها انا فلوس. بتكلم عن انا زمان اشتريتك. انا زمان اشتريتك بفلوس يا سلمى. انا زمان اشتريتك بفلوس. انا بتكلم عن الفوا. انا اشتريتك بفلوس يا سلمى. انا اشتريتك بفلوس. انا وانا الفلوس ما عملتني. انا اللي عملتها بايدي. وانت عارفه كده وكل الدنيا عارفه. اللي بيعرفني عارف كده. تيجي دلوقتي تقول لنا انا جبت لك ويعني 4 سنين و 200 الف ولا 250 هتعمل ايه يعني؟ لو جبتيها دلوقتي هتعمل لي ايه؟ يعني هتعمل لي ايه؟ هتشيل الحاجه اللي جوه قلبي اللي انا حطيتها لكي؟ انا جيت اسال خالتك. انا جيت اسال عشان اشيل الحاجه اللي جوه قلبك يا خديجه. افهماني؟ انا ما دايره موضوع القروض ولا جيت عشان موضوع حاجه. انت هسه جبتي جيتي مصر عشان ايه؟ عشان شنو؟ عشان ابعد من قلبك. عشان ابعد من قلبك. يلا انا جيت اسال. اي حد ولا اي حاجه بتربطني بيتي. انت عايزه انت تربطيني في الصباح وفرحتيني في انا ما استحملت. انا ما استحملت ابعد من سلبتك يا خديجه. انت فعلا بعدتي مني لكن انا ما استحملت. انا شلتك من جعلتي. ما اعرف جابت لي هنا شنو. انا شلتك من جعلتي. عارفه انا عارفه انا من دونك يا خديجه ما بقدر اعمل اي خطوه. لا والله الكلام ده الكلام ده من يوم كلمت جيتي بتنيعي. يومي اللي بتنيعي. بغطت عليا حته انت قاعده فيها ما تصدقي. يومي اللي بتنيعي. يومي اللي جيتي بتنيعي. لا 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 ما حسبتي. انا كنت ما بتحسب. ما حسبتي انك انت ما بتلقى انسانه زيي. انا ما ضميرك مع انك وانت بتلقى الزول اللي بتبيعي له. انا اوقيت انا اجي امر بزياره شهر ولا اثنين ارجع الاقي المحل مقلوب حاجه ثانيه. ادخل انا يقول لك انا ما حبيت يقول لي المحل ما المحل انا بشتغل يا خديجه. انا ولا سنتين ما فيش محل في المنطقه دخل زي انت عارفه الكلام ده. انا بشتغل يا خديجه بلقى انا في الشغل كله طلعت في ايه؟ في ناس. انا ولا سنتين في الضرايب في ناس هناك. انا كنت جايبالي كل حاجه متوفره عشان لو المحل ما اشتغلش يوم ولا حاجه وجات الضرايب تدفعي ما كنتش بسيبك محتاجه. الكوفيره ما كنتش بستنى الحاجه اللي طلعها المحل حتى اسد بيها ضرايب ولا حاجه. انا كنت بحط لك ده وبحط لك زياده وبحط لك مصروفي وبقول لك خدي ده ممكن يحصل لي ظروف. صح ولا لا؟ فعلا انا بعملك المعامله اللي عملتك بيها. في حد عملك قبل كده؟ لا قبل كده؟ وجاي تقول لي سامحيني. صح؟ انا جيت احكي انت زليتيني يا سلمى. انت زليتيني. انا عملت حاجه للظروف اللي حصلت المره دي يا خديجه. انت ما في اصلا الظروف اللي انت حصلت فيها مشاكل مع الاسره. انت سببتي مشاكل. انت سببتي مشاكل بين امي وخالتي. وسببتي مشاكل بين الاسره كلها يا سلمى. يلا انا هحكي. والله ما شفت الفوبه. انا فتشت فيك ليا فتره يا خديجه. والله ما شفت الفوبه وما شفت
خديجة بوظت الثلاث ده اي ثلاث ده خدتش عليه؟ ايوه خلاص انا ماشي يا عم بلاش انت لا لا خليكم مع بعض ثلاث حالات خليكم مع بعض لا تعالي خلينا خلينا مع بعضنا انا لسه ما الله يرحمنا الله يرحمنا مع احترام الراجل اللي هو ده والله يا سلمى هتشوف ال انا عايزاك تعمل فينا اي حاجه انت عايز تعملها بس عايز تخليك انت مرتاحه وراضيه مني انا همشي خلاص كنا همشي انا همشي خديجه شوفي ايش معناها انا تعبت البنت صادقه وتعبانه انت تعبتي بس تعبانه تعبتي وهي انت انا خسرت نفسي انا مش عايز اعوض فلوس انا ما بشتريش اخويا بالفلوس هي تروح تدور بالفلوس اللي عملتها عملتها جت راضيني تروح تدور على حد زي كده وتشتريه جميعا كلنا انا والمشاهدين والحضور بالاستوديو وكل الناس سمعناها يعني قالت كل الكلام لازم ينقال كلام الاعتذار والندم وكلام المحبه لانه متمسكي فيكي وقالت لك انا هنا مش حكي مش حكيبي يعني انت يعني تعمل لي ايه انت مش قاسي انت منك قاسي يا لد انت عم تكابري والله يا استاذ لو كانت تعرف لي قلبي ايه ما كانتش عملت يا اخي يا عم يا ستي عملت وال200 ولا ال250 اللي خدتها دي لو كانت معايا لغايه دلوقتي كانت بقت لها قلوب ليكي بدي اقول لك شغله هي تعذبت اجت من الخرطوم واجت دورت عليكي وبقى لها شهر بتدور عليكي هي عطتنا عنواني بقى لما لقيت العنوان هي عطتنا عنواني والبنت متمسكه والله كانت تكيف يا ستي كلفت نفسها وغلطت وندمت بنت الخاله؟ نعم ما بقولش لو انت سالتني تقول لي دي ليه ما بقولكش انت هتقول لك اختي اختي ما هي قالت اختي ما قالت اختي وهي قالت زي اختي احنا كده انت واخوات هلا اختي بدك تسامحيها بدك تراجعي الامور انت وياها نعم نلف وندور ونحكي ونحكي ونرغي الموضوع واضح وسهل الماضي مضى بدك ترجعي العلاقه ولا لا اذا بدك ترجعي قوموا تصالحوا وخلصونا بقى لا عايز صلاح خلص هي اللي خلص هي تدور على تابع عند الله هي الله تابع عند الله مش عايزة تشوفيها انا مش عايزة اشوفها ولا تصالحيها اشوفها ايه هتعمل لي ثاني انا احنا اعطيناكم فرصه هلا هي مستعده يا حرام اجت وسمعناها صادقه البنت عم تحكي انت حاسس انها صادقه كل الناس انا حاسس انها كل الناس حاسينها صادقه انا بقول لك عندي هي هتبقى صادقه دي حراميه حرامي اللي يشوف الحرامي اللي بيسرق لعب الشيطان لعب والله كل ما يشوف جنيه مرمي على الارض بيرجع لعادته القديم وبيفتكر يا خديجه الشيطان لعب بعقلها انت اكبر دي شيطان نفسي انت اكبر دي شيطان نفسي دي انت اكبر منها بالسن هل انت عقلك اكبر من عقلها ولا لا هل قلبك اكبر يا رجعتني وبقيتني عيله صغيره كده انا ما بعرف انا عمري 32 سنه ولا زياده ولا 30 سنه ولا هي سابتني انا عيله هبقى عمري 12 سنه قدامها بسبب الفلوس الفلوس خلاص راح المحل راح كل شيء بقي انه اجت لحتى تعتذر منك وتقول لك ندماني وتقول لك سامحيني بدك تسامحيها هذه فرصة الآن موجودين سوا هنا وإلا هي بكرة حترجع على الخرطوم يمكن ما تقعدوا تشوفوا بعض كل حياتكم فأنت القرار عندك وتقولي لي صدقتيني إذا صادقة إيه والله صادقة أنا بحكي عنها إنها صادقة اليوم إنه فعلا ندماني وحاسي بالخطأ أنا مجروحة ولا لا أنت مجروحة بلا أنا مجروحة ولا لا أنت مجروحة ومعك حق وهي اللي عملته معك ما بينعمل بس ليش في ندم؟ حد بيعمله معاك ليش في ندم عند الإنسان؟ شو بيخلي الإنسان يختلف عن الحيوان؟ الندم والتسامح الحاجة اللي عملتها مش حاجة سهلة الحاجة اللي عملتها دي مش حاجة سهلة مش حاجة والله تتجاهل والله مش سهلة بعرف والله مش حاجة سهلة عشان تيجي لي كده بكل في دقيقتين تقول لي سامحيني وأسلحها على طول لا مش في دقيقتين تعرفي أنت إنك تعبانة وكذا بس حتى يجي واحد يوقف بالفيديو أمام ملايين الناس ويعترف بذنبه ويعترف بخطأه ويعترف بندمه ويطلب السماح بدها شجاعة كبيرة كثير 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 مثل ما إذا سمحت لي أنت بتكوني شجاعة والله يا أستاذ وجودك أنت برضو حاجة غيمة قوي عندي الله يخليك وأنا بحترمك هناك قوي والله ونفسي من زمان أشوفك
الله يخليك. بس ما عرفش انا ان اشوفك اشوفك بالماضي يعني. معلش معلش ان شاء الله يكون الخير. انا كنت حاسه في حاجه. انا ان شاء الله يكون الخير. انا كنت حاسه في حاجه لما دخلت في حاجه ما كنتش اعرف. ان شاء الله يكون الخير. قالوا الواحد بيسال بس فيه. يعني حتى لو طيب هي تتعب ليه اسامحها وما انت تتعب ليه؟ تعبانه ندم عم بينفر بقلبها الندم يعني عارف. خلاص بدها ترجع تطلع الصفحة. عندك غلطة كبيرة وشعرها عارفة عارفة خطأها وجاي تكفر عن ذنوبها مثل ما أنت عايزة. قلت لك اللي أنت عايزتي ضربتيها ووقفت يا حرام ما عملت شيء عشوائي رتخنقيها كنت. انا ما قلت لكم انه البنت كبير قلبها كبير. هلا بتشوف شو خديجة شلون بحبها حبيها. كيف عارف انا اني بحبيها؟ كيف عارف انا بحبيها؟ سامح فيها سامح فيها نفتح الستار. يلا افتحوا يا عم عبر فيه سونا فينك سونا محارم. تعالي تعالي هنا عشان تاكليها تليها هلا اذا بدك. هو خديجة انت عايزة تسمعيني يا خديجة. انا عايزة تسمعيني انت محبني انت مبالك يا خديجة انت سامحيني يا خديجة. لا انت ما عايزة تسمعيني يا خديجة. انا ما شفتك يا خديجة كنت حنينة وكنت طيبة علي يا خديجة. انت اعتذرت لك يا خديجة وقلت لك انا غلطت في حبك يا خديجة. انا عارفه اني انا خديجه انا تعبانه شديد من دونك يا خديجه. كمان عارفه انك كنت اغلى انسانه عندي. انا بحب حاجات كتير عشانك. انا بحب حاجات كتير جدا عشانك. انا قلت لك انا تعبانه شديد من دونك يا خديجه. يا سدوش انا بس بدي عرفتك انك انسانه طيبه وانسانه كلك قلب. انا بحبها. شو بدي لكم هلا اطلعوا لبرا واحكوا كل اللي عندكم. نحن بنشكركم سلمى. انا بتشكري بشكرك على ثقتك فينا. انت كنتي واثقه انه الست دي قلبها طيب. هيك واثقه خديجه. انا بشكرك. انا تشرفت يا بنت حامله قلبك على كفك معروف. تشرفت يا كثير من الفعاليه بس بجوهرك جوهرك طيب. وانا بتمنى لكم كل التوفيق والسلام للاهل ان شاء الله. تعبت شيك تعبت الحمد لله مشي الحال تصالحوا الله يوفقهم. يا ما في قصص هيك تبقى كتير 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 عنيفة وفجأة هيك تنحل بكل بساطة وكأنه لم تكن. إلى قصة جديدة.
مع المسامح كريم. تابعونا دائما.